السلام عليكم. انا عبد السلام غزول، مقيم باسبانيا بغرانادا. المهم اليوم جيت نحكي واحد القصه اللي كيعانيو منها الجاليه المغربيه في اسبانيا، ماشي غير في اسبانيا، هي في اوروبا كامله. المشكل ديالنا هو مع القنصليه المغربيه. كاين عندنا واحد المشكل، الانسان ملي كيمشي للقنصليه خصك تشبر المواعيد ياك. ملي كيمشيو يشبروا المواعيد، ملي كتدخل انت في الباخينه ديالك في التليفون باش تشبر الموعد، الباخينه ما كتعطيكش، كتعطيك تعمر الداتوس ديالك بحق ما كتعطيكش دخول ديريكت، كتعطيك بلوكيه. وملي كتعمل اسيبتر صافي باش تدخل الموعد ما كيعطيكش، خاصك تمشي للتيليبوتيك اللوكوتوريز ديالهم تما، تيليبوتيكات كتخلص 100 درهم على كل موعد. الا عندك 5 العيال خصك 500 درهم، 50 يورو على كل موعد باش تشبر الموعد مع القنصليه. انا اللي كنبغي نوصل الرساله ديالي الوزاره الخارجيه على هادشي اللي كيعانيوه الجاليه المغربيه في القنصليات مع المواعيد واللوازم، لان اعظم القنصليات كينتهجوا هادشي هذا باش كيضغطوا على المواطنين، وفيها النصب والاحتيال. لان لا يعقل ان انا ما كيخدمليش في التليفون، ملي كنمشي للتليبوتيك كيضرب في حاله، عنده التليفون في حال ديالي كيضرب كيشبر به الموعد، وكيطلب لك 100 درهم 100 درهم من الموعد. لا يعقل هادشي، حنا كنعيشوها في 2023 وهذا النصب والاحتيال، وما كاين لا مسؤولين اللي كيراقبوا هادشي هذا. ولا انا كنوجه الرساله ديالي للوزارات الخارجيه باش تشوف من حل الجاليه، لان هاد الناس هادو كاملين راه مواطنين مغاربه، واللي كيعانيوه تما ما كيعانيوهش المغاربه هنايا. وزيد نقطه اخرى بغيت عاونونا نلتجا لها، هي هنا في القنصليه المغربيه، هنايا في وسط القنصليه في المغرب كاين واحد الطريقه. انا واحد العائله كنعرف واحد العائله ديالنا مشى يشبر الموعد، كانت خرجت له الفيزا، دفعوا له عائلته خرجت له الفيزا، بقات عندهم في القنصليه عيطوا له قالوا له خصك تجي مورا الفيزا ديالك، يعني الفيزا ملي كتجي مورا عندك 15 يوم الاجل فيها الحق. هاد الناس هاد السيد هذا ملي مشى تما قالوا له خصك تشبر الموعد، الموعد ما كاينش في قنصليه مغربيه هنا في المغرب. كاين السماسريه عندهم المواعيد، ما عرفتش عندهم اتصال مع الناس اللي خدامين تما. ملي كتهضر معاهم السماسريه، وهادشي انا كنقولو وانا عارف شنو كنقول، ملي كتمشي عندهم كيقول لك كيطلب لك من 8000 درهم حتى المليون ديال الفرنك باش يعطيك الموعد. كاين ناس هاد السيد هذا خلص 8500 درهم باش تطلع، لان علاش بقات له الفيزا فيها 7 ايام وما قدرش يشبر موعد، مع موعد عطاوه على شهر ونص، اذا غادي تلغى له الفيزا. مشى خلصها مسكين من الجوع ديالو باش يطلع يتحرك على راسه. هادشي هذا انا كنقول وكنعاود وكنطلب من الوزارات الخارجيه انها تدخل وتشوف هاد المصيبه اللي كتوقعنا الجاليه داخل المغرب يا خارج المغرب، وتصلح هاد الامور هادي، ونطلبوا الله الخير بلادنا، وكنتمناو ان هاد الامور هادي تحل اقصى سرعه، لان الناس في اوروبا ولا في المغرب كيعانيوا بزاف من هادشي هذا. وكاين امور اخرى ان شاء الله مع الوقت نقولوها، لان كاين امور اخرى بزاف اللي كتوقع في القنصليات، فهمتي؟ كاين ما يتقال بزاف، لان القنصليات خاص تكون المسؤولين يبحثوا في هادشي هذا ويعالجوا الامور للمواطنين والمهاجر المغاربه. واحد النقطه بغيت نشير ليها هي قبل كورونا كنا كنعيطوا في التليفون كنعطيو نمره الباسبور ديالنا كنشبروا الموعد، كيجي يعطيوك النمره كيعطيوك الموعد، كتمشي ساهل الامور. دابا الامور صعبت، دابا ما كاين لا، واخا كتعيط في التليفون ما كاين حتى شي، بعد التليفونات ما خدامينش، ما كيهزهم حتى واحد، ما كاينش اصلا، ما كاينش التليفون ما خدامش. علاش ما ترجعش هاد الامور هادي كما كانت بسيطه، وما يستافدوش ديك النصابه اللي كينصبوا على الناس، والامور ترجع بسيطه، نعيطوا لهم في التليفون يجيو ويكملوا لنا الامور ديالنا، ويمشي الامور كامله على في امان الله وحفظه.